ايه رأيكم في شكل الأجنحة كنتاكي الجميلة دي؟ طبعا انتوا مش مصدقين ان هي أجنحة زي ما مكتوب تحت في عنوان الفيديو، بس هي بجد أجنحة. وتعالوا اوريكم هنعملها ازاي مع بعض. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله خلينا نعمل وجبة كده اتطلبت مني كتير جدا على الفيسبوك من مدام ليلى مامة عبد الرحمن. انا عناية ليكي، طلبت مني كتير ان انا اعمل اجنحة الدجاج بطريقة مختلفة. نبدأ بقى الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو هتعملوا لي لايك طبعا، واللي ما اشتركش في القناة يتفضل مشكورا يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد. بصوا بقى، مش معنى ان احنا هنعمل الاجنحة الفراخ يبقى هناخد الاجنحه كده نعملها زي ما هي، لا، يعني حاول نشغل دماغنا شويه. اول حاجه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الجناح اهو، غسلت كويس جدا ونضفته. نقطعه كده، وصلنا للمفصل هنروح كسرين كده ونقطع بالشكل ده اهو كده. دي خلاص مش بحتاجها، انا برميها. هنيجي هنا بقى، بسم الله، اعمل كده لغاية برضو ما اوصل للمفصل، وهروح عاملة كده بالشكل ده اهو، وهفصل كده. بقى عندي الجزء ده والجزء ده، نمسك الجزء ده الاول. بسم الله، نحاول يعني كده كده نقطع كده او نعمل حز يعني كده اهو عشان نطلع العظمة دي اهو. نعمل كده، نسلك بس الأربطة اللي بتبقى في الأجنحة كده اهي. بصوا كده، نروح قلبينها بالشكل ده كده، مش هيعرفوا ان هي أجنحة. ايه رأيكم كده نعملها بالشكل ده كده؟ ايه دي اول جزء. تاني جزء ده كده بيبقى فيه اتنين عظمة، عظمتين. هنعمل كده، نجيبها من هنا ظهرة اهي، فصلت كده العظمة دي عن العظمة دي، وابتدي احاول اسلك العظمة الصغيرة دي واطلعها خالص. جامدة قوي، يلا اطلعي بقى. الحمد لله، ادي طلعت خلاص. ارميها، امسك برضو الجزء ده كده تتعبي شوية لغاية ما توصليها للشكل ده، بس صدقيني والله الشكل في الآخر بيفرق. الحمد لله خلاص طلعت اهي اهي. نروح قلبينها بالشكل ده كده وتبقى شكلها كده، ايه رأيكم؟ بس خلاص هاخد بقى الكمية اللي انا اخلتها دي كلها، هروح غسلاها. انا كده كده كنت غسلاها بالملح والليمون والخل، بس ما دام احنا فتحنا كده قوي يبقى ممكن يكون في دم ومزلقة كده بسيطة، فانا هديها شطفة تانية وارجع لكم تاني. اول حاجة بقى هنعملها بعد ما خلاص شطفت الفراخ كويس جدا،
هضيف عصير ليمونة، اللي مش متوفر عنده الليمون ممكن معلقتين من الخل. وهضيف هنا بقى التوابل بتاعتي، ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كمون، بهارات فراخ. اللي مش عنده توم باودر وبصل باودر ممكن بكل سهوله جدا يجيب ميه بصل ويجيب فصين توم مفرومين. كل دول ربع معلقه، والملح حسب الرغبه بتاعتك انت. بسم الله. حابه تحطي شطه اوكي حطي، بس انا عندي هنا باربيكيو صوص او صوص الباربيكيو، بيدي طعم حلو قوي ودخنه حلو قوي، بس انا مش هحط شطه، هحط معلقه كبيره بس كفايه كده. هقلب بقى معاكم التتبيله دي كلها كده. كويس جدا. خلاص يا امارات انا قلبتها كويس جدا في التتبيله. التتبيله دي هسيبها في الثلاجه على الاقل ساعتين، مش هينفع اشتغل بيها دلوقتي خالص غير لما تقعد في التتبيله دي على الاقل ساعتين. هحطها في الثلاجه وارجع لكم بعد ساعتين. بصوا يا حبايبي، هنحضر بقى الخليط اللي احنا هننزل فيه الاجنحه عشان تبقى زي بتاع الكنتاكي بالظبط. خلطه حلوه قوي، وبرده كل مكونات الخلطه هتلاقيها في البيت. اول حاجه عندي نص كوبايه من الدقيق، هضيف عليهم ربع كوبايه من النشا. النشا بتخلي اي لحوم عندي مثلا أجنحة، بانيه، فراخ، دبابيس، أي حاجة هتخليها لك مقرمشة جدا. هحط بيضة، هاي البيضة. ممكن نحط شوية توابل، شوية توابل كده من اللي حطيناها على الأجنحة، نص معلقة بابريكا، توم باودر، فلفل اسود. اللي مش عايز ممكن يكتفي بالملح والفلفل بس. وادي ملح. هنقلب الخليط ده كله، وعندي كوباية من المية الساعة. نقلب الخليط ده كله. انا عايز سائل كده او خليط يبقى زي بتاع الكيكة، في نفس سمكة الخلطة بتاعت الكيكة. هو خلاص كده حلو قوي، بصوا زي بتاع الكيكة بالظبط. اجيب بقى الاجنحة بتاعتي ونتبلها. بصوا يا حبايبي، نيجي هنا بقى للتتبيلة الاخيرة. عندي بقسماط، البقسماط ده انا كنت عاملاه على القناة، هبقى اسيبلكوا رابط الفيديو في تعليق مثبت في الكومنتات تحت. انا بعمل البقسماط دايما ناعم بالشكل ده، فاحنا طبعا عشان نعمل اجنحة كنتاكي عايزين البقسماط يبقى شوية خشن. فانا اشتريت من عند العطار، دي خلطة اسمها خلطة كنتاكي من عند العطار. دي بتبقى عبارة عن دقيق وبيحطوله بيض وبينشفوه كده بالشكل ده. انا عايزاها عشان تديني القرمشة والطبقة اللي بتبقى عند كنتاكي. دي كوباية الا ربع. هقلب بقى كويس. لو انت عندك البقسماط
خشن، ممكن تستغني عن الخلطة بتاع الكنتاكي دي من العطار تماما، واتفرجي على الفيديو بتاعي بتاع الفيجيتار ده اللي انا كنت عاملاه في البيت، حلو قوي، وان شاء الله هتعملي كده على طول، مش هتشتري بقسماط من بره خالص. بصوا احنا عايزينه خشن بالشكل ده. نجيب بقى الفراخ بتاعتنا بعد ما خرجت من التلاجة. اول حاجة هنحطها في الخليط ده، بالشكل ده كده، واصفيها. واقوم حطاها في البقسماط بتاعي ده، طبعا على ايدي نظيفة، اشتغل بايديا ونضغط. نفضه، حاولي بس تضغطي عليها لقد ما تقدري علشان الخلطة دي ما تنزلش من عليه. تاني نصفي، نحط برك البقسماط. شفتوا بقى الأجنحة، خليناها زي ما تكون دبابيس بالظبط. بالشكل ده كده. اخلص بقى كل الكمية عندي في التتبيلة وارجع لكم تاني. ادي اجنحة كنتاكي خلاص تبلتها كلها، يلا بينا بقى نقليها مع بعض. بصوا عندي طاسة على النار فيها زيت، بس زيت كتير شوية عشان الفراخ معانا تقرمش. بصوا كده خلاص الزيت سخن، نبتدي بقى ننزل الفراخ بتاعتنا، بس نروح موطيين بقى النار على طول، نوطي النار علشان تستوي براحتها، مش بتاخد وقت في السوا خالص، تحمر بسرعة. هتطلع بقى طعمها مقرمش وهتعجبكوا قوي، ومش هتبطلوا ان شاء الله تعملوها لاولادكم. بصوا هو خد لون كده، بس انا برضو عايزه اغمقه اكتر من كده شويه، هقلبه بس من ناحيه تانيه كده علشان الحته دي تتحمر، الحته دي فوق ما اتحمرتش. بعدين عايزين نسويه كويس علشان ده مش مسلوق يا جماعه، ما سلقناهوش. والله احنا بنروح ناكل كنتاكي من كتر الخلطة اللي هما حاطينها عليها، ما تقوليش عارفة القطعة اللي انت بتاكليها جناح ولا دبوس ولا ورك ولا صدر ولا ايه، ما تقوليش عارفة انت بتاكلي ايه بالظبط من كتر ما الخلطة كبيرة، بيبقوا حاطين طبقة من فوق كبيرة جدا. فاحنا نعمل حاجة في بيتنا نظيفة ونفرح بيها ولادنا. بصوا يا حبايبي خلاص هو اللون ده حلو بالنسبه لي، هطلعها بقى على مناديل مطبخ، وبعد كده هقدمها معاكم بقى لما اخلص تحمير الكميه كلها ان شاء الله. بصوا يا حلوين الاجنحه بتاعتنا خلصت، شكلها جميل قوي وطعمها كمان والله هيبقى جميل جدا، جربوها، مقرمشه جدا جدا زي بتاعه كنتاكي بالظبط. جربوها لاولادكم ان شاء الله هتعجبهم، واكتبوا لي رايكم مهم جدا في الكومنتات تحت، هستنى رايكم للفيديو ده بالذات، وعايزه لايكات كتير، واللي ما اشتركش في القناه يتفضل يشترك في القناه. وعايزه اوريكم قبل بس ما اقفل قرمشه الاجنحه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
اظن سامعين صح. لا اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، وباي باي.